تعامل جديد بيجمع الفنانة المصرية أمينة والفنان اللبناني أمير يزبك بديو تحت عنوان إخلع. كاميرا الفن حضرت إلى كواليس تصوير الفيديو كليب، وكان لنا لقاءات حصرية مع أمينة وأمير والمخرج إدوارد بشعلاني. المرة دي احنا بنعمل حاجة أنا وأمير يزبك، عاملين حاجة كوميرشال قوي الناس كلها هتحبها، لان انا عاوزه الناس كلها موضوع ان فيه يبقى فيه طبقات او كذا ما يبقاش موجود. احنا كلنا طبقه واحده وكلنا ولاد تسعه زي ما بيقولوا بالبلدي كده، وكلنا لازم نعيش الحياه زي ما احنا شايفينها والمنظور اللي موجود، وان احنا كلنا نتعامل بشكل يعني شخص لشخص مش طبقه لطبقه. احنا عاوزين نتعامل الانسانيه بالانسانيه، الانسان بالانسان مش الطبقه للطبقه. قد ايه برايك الاغنيه رح تاخد اصداء بمصر؟ لا ان شاء الله باذن الله هتاخد اصداء كتيره، لان هي برضو معموله بشكل لبناني شعبي، مش شعبي على قد ما هو الكلمات دارجه وحلوه ومبهجه. احمد بركات عمل كلمات حلوه قوي، الي حنا عمل كلمات مبهجه جدا طبعا على راسنا من فوق، ماجد ظاهر عمل توزيع تحفه، الي سابا عمل حاجه تحفه. برضو عايزه اقول لك اننا احنا منتظرين الاخراج اللي انتوا هتشوفوه مختلف تماما، لان ادوارد عامل حاجه بحالتين انا وامير، فحالتين استجابوا لكل حاجه هو عايزها، فعاملين حاله حلوه ان شاء الله باذن الله، فيها الكوميك وفيها الاداء التمثيلي الحلو وفيها الغنى طبعا. اجواء التصوير مثل ما عم تشوف، هالناس ومحبه الناس وهالعمل الضخم بستوري بورد فيها كل التواضع، بتحكي عن الشعب، مش عيب الفقر ومش عيب الغنى، بس العيب اذا كان الواحد غني ويشوف حاله على الناس ويحتكر الناس. نحن أغنية شعبية بامتياز، ولكن في رسالة من وراها بتبقوا بتشوفوها. أمينة هي على مزاجها، هي المبدأ، لأنه مرقت قبل بهالتجربة ولقت نجاح، كانت عمل حلو بامتياز وطني، كل حدا يعني على طريقته، بس أنا هلأ عم بخلع على طريقتي أنا وأمينة. عينة سفير لنوايا الحسنة، قد ايه برأيك هيدا العمل بيخدم لقب؟ الحمد لله ما بيهمني، انا بتشكرهم. كنت اخر شيء بفكر فيه انه انا اخذ هذا اللقب، بس ان شاء الله اكون قد المسؤوليه. اخلع اول شيء غنيه، الاوديو بجنن، هذا الشيء اللي كان صعب شوية نركب فيديو كمان يكون قوي غنيه. استفدت يعني امير ممثل قوي وشيطان بالتصوير، وامينه كمان الممثله وعندها جرأة وجريئه. الكليب جريء، فيه كتير اشياء، وحنشوفهم بلوكات مشكل كتير، وبالاخر فيه قفلة قوية كمان هيك تنقز العالم شوي. شو بتكشف لنا عن قصة الكليب؟ قصة الكليب عبارة عن انه بشكل سريع امير وامينة عايشين بحالة فقر، وحبوا انه يفوتوا ويصهروا بهالصالة اللي كلها عالم اغنية، وحنشوف هون اذا بدك شو راح يعملوا بالصالة، وكيف العالم كلها حترقص على غنية واحدة بجو واحد بإيد واحدة. ما عنا ولا غني ولا فقير ولا معطر ولا هيدا، جمعين العالم كلها سوا تحت غنية واحدة بطريقة كتير حلوة وكتير مرتبة. وكان لافت مشاركة الشيف ريشار وخبير التجميل فيفو أثناء تصوير الفيديو كليب بأدوار ثانوية. اليوم إلي دور مع أمير وأمينة بالمطبخ، دور أساسي جدا، بكون أمير وأمين عم يطخوا والدور بيصير بالطبخ والنفخ، وبدو يهربوا من المطبخ يطلعوا يرقصوا ويقدموا هالكليب الحلو، فأنا بكون دور الشيف الآسي طبعا، إنه عم راقبهم عم صرخ اطبخوا عملوا منيح، في تجهيزات في طاولات بدها تاكل يلا أسرع، وبصير في أكشن بالمطبخ والفوضى بالمطبخ والعجقة، وهيك في كليب كتير حماس يعني، أكيد بس يحضروا المشاهدين رح يكونوا كتير مبسوطين، ورح يكسر الأرض للأراض بهالموسم، ورح يكون شيء جديد ومميز. بدنا هاشتاج على السريع. هلا قبل الهاشتاج يمكن حتلاقوا أول مرة، أول ظهور إلي بفيديو كليب، يمكن لو حتى بشي بسيط، بس عم صاحب كرامة أمير لأنه بتربطني فيه صداقة، وخايف بتمنى له يعني يكون عمل بسطل، ولأمينة كمان، ولافيو، هاشتاج اخلع سون.